السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا الأشغال نتاع ازدواجية الطرقات على مستوى المنطقة نتاع التوسع السياحي بزيرالدا وسطوالي، ونلاحظ أنه فيه أشغال كثيرة هنا لفك يعني الحركة تاع المرورية على مستوى المنطقة نتاع التوسع السياحي هنا بمنطقة سطاولي وزيرالدا. وللعلم أن المنطقة هذه فيها فنادق ذات 5 نجوم وبعلامات عالمية مثل فندق شيراتون وفندق سوفيتال طالاسا، اللي راه قيد الأشغال وفيه محط يعني وفيه ميناء سيدي فرج وفيه عدة فنادق على مستوى سيدي فرج تابع للقطاع العام، وفيه كذلك محطة تاع الطالاسوثيرابي تاع المعالجة بمياه البحر نتاع سيدي فرج، وفيه يعني فنادق كثيرة على طول الساحل هذا اللي أصبح يعني هو أكبر في الحقيقة أكبر منطقة سياحية في الجزائر. الآن فيه عملية نتاع تذليل الصعوبات اللي كانت يلقاوها المصطافين كل عام في الطرقات يعني المحيطة بهذه المنطقة. الآن فيه عمل لازدواجية الطرقات هذه وتحسين المسار نتاعها وفتح بعض الطرق جديدة، وكذلك إنشاء عدة يعني منشآت فنية لتسهيل الولوج إلى هذه المنطقة ذات التوسع السياحي إذا غرب الجزائر العاصمة. كذلك فيه مشروع نتاع المستشفى 700 سرير، المستشفى المختلط يعني في منطقة إذا سطاولي. وهنا لاحظ الأشغال نتاع الازدواجية نتاع الطرقات، هنا نشوف فيه أشغال ازدواجية نتاع الطرقات، وهنا نشوف كذلك فيه أشغال ازدواجية نتاع الطرقات في هذه المنطقة، وكذلك تغيير المسار هنايا تغيير المسار، وفيه كذلك هنا من المنطقة هذه لاحظ أنه فيه أشغال نتاع خلق طريق هنا من هذه الجهة. إذا يعني حسب زيارة نتاع والي ولاية العاصمة للمنطقة فيه أشغال كثيرة لازدواجية الطرقات في هذه المنطقة الساحلية. إذا نخليكم تتابعوا في الأخير، نخليكم تتابعوا آخر صور نتاع هذه الأشغال إثر الزيارة نتاع والي ولاية الجزائر العاصمة يعني للمشروع بصفة عامة. إذا أترككم تتابعون هذه الصور، والسلام عليكم.